تعود لنا مرة أخرى الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي. أهلا بك يا فندم. أهلا يا أستاذ عمرو، زي حضرتك أهلا وسهلا، وبقدم خالص التعازي لأسر المصابين وأسر المتوفين، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل إن شاء الله. هنقدر نعمل ايه للناس يا فندم؟ والله يا فندم، هي طبعا احنا التضامن في يعني بتدخل من اول حدث لغايه الى ما شاء الله، من اول حدث بنسرع بسرعه احنا وشركائنا متطوعين، جمعيات اهليه، اداره الاغاثه في الديوان العام او في المديريات المجاوره، بنروح مكان الحادث اللي فيه مصابات خفيفة أو اللي مش مصاب خالص، بنساهم في نقله، بنهدي الوضع بالنسبة للأطفال الصغيرين، للسيدات، بنشوف لو في أي حاجة نقدر نقدمها مع الوزارات الأخرى، إذا كانت مساعدة في نقل، أغذية، مخدات، مراتب إضافية للأسر المصابين اللي بيبقوا موجودين في المستشفيات. المستشفيات مش هتساع المصابين وأسرهم، فبننقل الأسر في أماكن للإقامة. كمان احنا يمكن جزء فيه بتبقى دعم نفسي وقت الحادث وبعد وأثناءه، لكن الجزء الخاص بالتعويضات بنعبق موارد سواء من الدولة. طبعا سيادة الرئيس وجه ان احنا نضاعف التعويضات، يعني بدل ما بندي 50 دوت اصلا بالزياده، سياده الرئيس قال لا، حتى ال 50 ضعفوها مرتين. بالنسبه للمصابين بتتراوح من 20 ل 40 على حسب نوع الاصابه، حدتها عدد ايام الاقامه في المستشفى. إذا كان في أي أنواع لا قدر الله إعاقة إحنا بنتكفل بيها، سواء في الوقت العلاج أو وقت إذا كان في أجهزة تعويضية أو أطراف صناعية لا قدر الله. كمان بيبقى في طبعا التعويضات اللي موجودة، إذا لو في أسر بتبقى فقدت زويها إحنا بتبقى في رعايتنا وبنتكفل بيها على مدار الوقت كله، يعني بتفضل معانا إذا كان في أيتام، أو إذا كان في أسرة فقدت شاب وهو الشاب ده هو العائل بتاعها، برضو إحنا بنتولاها بالرعاية. يمكن تلقينا أكتر من طلب من جمعيات أهلية ومؤسسات دينية وقطاع خاص ومتبرعين، الحقيقة بتسابقوا كلهم ان احنا عايزين ندي المصابين، عايزين ندي اسر المتوفين. احنا حاليا فتحنا الحساب وبنعبق فيه الموارد ديت. دولة الرئيس الوزراء قال لي لا، ده مختلف عن موارد الدولة، لان في كل الاحوال دي مسؤولية الدولة اولا واخيرا، ثم ما يزيد بيبقى زيادة على الاسر، لان احنا في مرحلة الحصر والتصنيف الاسر في الوقت الحالي، مش عارفين لسه قدر الخسائر قد ايه، الاسر دي موقفها ايه، عدد افراد اسرتها غير المصابين، اذا كان اللي فقد هو العائل او هو شخص منها. فده اللي احنا بنعمله في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع النيابة العامة عشان نستخرج شهادات الوفاة. لحين الانتهاء من الاجراءات بنطلع مبالغ فورية من المؤسسة العامة للتكافل ومن جمعيات أهلية، على أساس أن احنا نطلع الموارد دي للأسر وهي في المستشفيات، ما نستناش الإجراءات لما تخلص كمان يومين ثلاثة بعد شهادة المستشفيات وشهادات الوفاة. حضرتك لقيتي أكتر حاجة الناس محتاجاها إيه النهاردة يا فندم، لما شفتي الناس المصابين وأهالي الضحايا؟ اعتقد ان في جزء كبير، طبعا حتى انا سالت السيده وزيره الصحه اذا كنت عايزه اي موارد، لان قالت لي لا، الحاجات عندنا كفايه، بس لقيت في شباب كتير مع الجمعيات اللي هي عايز يتبرع بالدم خاصه في المستشفيات اللي جنب الحدث. كان في طوابير النهارده لدرجه ان يعني هي قالت لي احنا عندنا دم كفايه، ولكن ما قدرناش نوقف الناس اللي عايزه تبرع، دي حاجه كويسه. في المستشفيات هم الحقيقه مكفيينهم وموافينهم، لكن طبعا الناس نفسيتها عندها صدمه، حتى الاصابات خفيفه مصدوم من الموقف ومن هول الموقف، عشان كده بنبتدي ناخد بتوع الهلال الاحمر
ونازل بدعم نفسي، خاصة بكرة لما الأسر اللي بتستلم زويها اللي توفاهم الله أو الإصابات الكبيرة. فإحنا كتضامن وكجمعيات وكمتطوعين وكواعظات وكله هنبقى دايما في ظهر الأسر في الظروف الصعبة، خاصة في الأيام الأولانية ديت والأسر مكلومة. وطبعا في جزء بقى بتاع الضيوف اللي عايزين اقامه واللي عايزين اغذيه، اللي هم بتبقى الضيوف واللي عايزين معقمات، مش عايزين الزحمه تسهينا عن امكانيه الاصابه برضو بكورونا. بالنسبه للاسر ديت هي مش ناقصه دلوقتي، فمهم جدا ان احنا كان بيوزعوا ماسكات ومطهرات ومعقمات مع الاغذيه، ونقل المسنين لاماكن امنه عشان المسنين مش هيستحملوا اي اصابات.